فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التأمين في الدعاء في دعاء الوتر كالتأمين في الفاتحة من ناحية الجهر ورفع الصوت؟ لا، ما هو مثل التأمين في الفاتحة برفع الصوت. نعم، يؤمن المأموم لكن ما يرفع صوته ويشوش على الناس. نعم، بقدر ما يسمع نفسه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.